يقع أكادير إينومار أو الحصن المشمس بقبيلة إيدوسكا التابعة لاتحاد قبائل إيلالن والتابعة إداريا لجماعة تسقلت بإقليم شتوكا إتباها. وأكادير جمعه إيغودار أو إغرم جمعه إغرمان، وتدل على الحصن أو المخزن الجماعي أو القرية أو المنزل المحصن أو القصبة، وتدل كذلك على الجدار. من بين أهم العوامل التي أدت إلى ظهور المخزن الجماعية هناك العامل المناخي، حيث أن هناك سنوات ممطرة في الأطلس الصغير تتلوها سنوات جفاف، وبالتالي فإن سكان القبائل مضطرون لخزن الحبوب والمؤونة في هذه السنوات الممطرة من أجل استغلالها في السنوات الجافة. ثم هناك عوامل أمنية، حيث أن هذه القبائل كانت تعرف مجموعة من الحروب سواء فيما بينها أو مع القبائل الصحراوية التي كانت تهجم على هذه المناطق. يبنى عادة من طرف الجماعة على مرتفع، لذلك يسمى الجرف بأكادير أو أجدير في كل من منطقة القبائل بالجزائر ومنطقة الريف بالمغرب. ولأكودار شخصية معنوية تنظم سيرها، أعراف شفوية أو مكتوبة يعرفها الجميع وتحاط بهالة من الاحترام والتوقير. هذه المخازن الجماعية تعتبر معلمة من المعالم اللي هي مهمة جدا، لأنها تؤرخ لفترات من تاريخ هذه المناطق، كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، بحيث شاهد من شواهد التي يمكن العودة إليها لمعرفة الثقافة الأمازيغية والتقنيات المستعملة في البناء والتقنيات المستعملة في التخزين وتقنيات تدبير كل الحياة العامة. ويعتبر أكادير إينومار أكبر حصن للأطلس الصغير ب 295 غرفة، وقد بني خلال القرن 18 حسب ما ورد في اللوح من طرف قبائل إيلالن.